بعد تراجع أعداد المصابين بفيروس كورونا لقرابة 4 أيام، بدأت الصين في تسجيل زيادة في الإصابات جميعها من القادمين إليها من الخارج. لجنة الصحة الوطنية في الصين قالت إنها تشعر بالقلق إزاء وضع الوافدين الذين يصابون بالمرض في الخارج، معلنة زيادة التدابير الطبية ومنها تكثيف الفحص الطبي وتقليص الرحلات الجوية. الصين أشارت إلى أنه لم يتم تسجيل أي إصابات محلية جديدة، خاصة في ووهان مركز تفشي الفيروس. وفي السياق ذاته، نصحت اليابان رعاياها بعدم السفر إلى 73 دولة ومنطقة، ما يمثل ثلث دول العالم، في إطار منع زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا. أما منظمة الصحة العالمية فقد أكدت أن وباء كورونا أبعد ما يكون عن الانتهاء في منطقة آسيا والمحيط الهادي. لا نعرف إلى أي مدى سيستمر فيروس كورونا. هناك إصابات تقع على مدار الساعة والجميع يبذل جهودا كبيرة لمكافحة المرض، لكن من غير المحتمل أن يختفي الفيروس خلال الأسبوع المقبل أو حتى الأشهر المقبلة. وأوروبيان وتحديدا في ألمانيا، أظهرت إحصاءات ارتفاع أعداد الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى قرابة 62 ألفا فيما اقتربت الوفيات من حاجز 600. أما إيطاليا فقد ذكرت السلطات الطبية أن هناك انخفاضا في عدد الإصابات بفيروس كورونا وزيادة في أعداد المتعافين، فيما تدخل البلاد أسبوعها الثالث للإغلاق. أعداد الذين أصيبوا بالعدوى آخذة في التناقص، كما سجلنا أعلى معدل للحالات التي شفيت من المرض منذ انتشاره في بلادنا. وفي روسيا تبحث السلطات فرض قيود على مستوى البلاد، إذ طالب رئيس الوزراء السلطات المحلية في أكثر من 80 منطقة ببحث إصدار أمر بإلزام الروس بالبقاء في منازلهم مع استمرار تفشي المرض.